Asia, Mama, yo Baba, Kelina fikiri fikire nesia, Mama, yo Baba, Kelina fikiri fikire nesia, Mama, yo Baba, Kelina fikiri fikire nesia. أعزائي المشاهدين ومشاهدي فضاء جنوب سامي فيكم كان أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات. وسعداء في هذه الحلقة أن نكون في حضرة أهل الزراعة في ولاية عالي النيل, بالأخص شمال عالي النيل. ضيفنا في هذه الحلقة السيد أغور نيونكير, رئيس الغرفة التجارية مقاطعة الرنغ, وهو مزارع. أيضا أهلا ومرحبا بك في ملفات. مرحبا بك. وسعداء أيضا أن يكون معنا السيد كو جاك كو, مدير شركة العاج الزراعية الناشطة في ولاية الشمال, في ولاية عالي النيل, شمال عالي النيل في منطقة الرنغ. أهلا ومرحبا بك في ملفات. شكرا لك, مرحبا بك في برنامج الملفات. شكرا لاستضافة هذا البرنامج. ضيفي في الاستوديو, يعني الناس بتعرف شمال عالي النيل انها منطقة زراعية, ولكن يعني ما تخلي الحوار ده, المساحات الزراعية او الاراضي التي تفلح للزراعة في شمال عالي النيل كم تقدر, المخطط منها كم, والخريطة تخطيط كم ما قبله وبعد الانفصال, يعني الاراضي دي قدر شنو يعني تقدر. لو بدينا بك استاذ اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا بشكر تلفزيون جنوب السودان لهذه الحدث المهمة جدا, هي مجال الزراعة. الحقيقة يعني يمكن الحكومة تعلم كجنوب ككل بمساحات الموجودة هي يمكن 1,200,000 فدان مقسمة لكل القطاعات, القطاع المروي عندها مساحة مقدرة, القطاع الزراعة العالية هو الأكبر مساحة بالنسبة لنا في الرنغ. يعني نسبة للزراعة المروي يمكن تراوح ل 40,000 فدان, يعني في الرنغ بالذات, يعني بدون ودكونة, بدون مناطق الجنوبية يعني. فأداء المساحات يمكن كل الحكومة الموجود شافتهم, يعني شافتهم الزيارات. حتى أنا كنت بقول لناس الحكومة شوف لين الماء بيقتل الغزال, لأنه كل مرة طيارة ماشي يشوف بركة, ما يشوف الوط, ما يشوف كذا, لكن لا زال حتى المواطنين يجذب عنه بيشوف الكان حاصل. فالمساحات ممكن يتراوح ل 1,200,000 فدان في الرنغ يعني. نعم استاذ كو, يعني مليون يعني فدان في منطقة الرنغ لوحدها, يعني المخطط منها يعني قدر شنو حسب؟ والمساحات 1,200,000 مخطط. نعم 1,200,000 ده مخطط, فيه المروي وفي المطري. نعم والمساحات ده جاهزه مخططه ومسجله قانونيا, يعني ما مساحه بيقولوا خارج تخطيط زار ما بحسبوا فيه. نعم هي برا من المساحه ده, لانه خارج تخطيط ده حاجه ما مخطط, لكن المساحه اللي بيستخدمه المواطن في حرم الهله بتوعه. نعم فالمساحه ده مخطط كلها ومساحه ده جاهزه, لكن الدوله ما قدر تستغل المساحات ده. والدولة لو استغل المساحات ده جنوب السودان ما بيعتمد على بترول تاني. 1,200,000 فدان المستغل منها هسي, يعني حاليا المستغل منها من هذه المساحة قدر شنو يعني؟ بالنسبة لل يعني التقليدية وبالنسبة للزراعة الحديثة المروية هسه واقف. نعم. واقف بأسباب ما عنده أمانة. ليه؟ دايرين المساحات بتاعت جل بوقت المويه من البحر داير يكهلوهم حاجه بسيطه, داير بوكلينج بس. المساحه ما مستقله هسه بأسباب ده, وهي سبب بسيط. نعم. ما سبب اللي يمكن يعطل الناس ما تشتغل. والمساحه لو عمله ممكن يشغل اكثر من 10,000 مواطن لو استغله. نعم. يبقى لو في 10,000 ولا 5,000 مواطن يشتغل بقى عنده حاجه مصدر بدخله في الشغلانه ده, ما بكون في اشكاليه تراكم, ما بكون في جوا بتاع الناس يجوا مناطق الكبيره.
والمطرية قدر شنان المصر المطرية هي مليون فدان أي. مليون فدان ده المستغلة منه هسا أقل من 500 أقل من 50 نتيجة بتاع عدم التمويل يعني الدولة لو طلع 100 مليون بس سكروا للزراعة المطرية والمروية 100 مليون ده بعد 5 شهور لما يحصل الانتاج بتاعه ممكن يلقى أضعاف 10 مرات أول حاجة بيكون في أيدي العاملة بيكون الحيوان زاد بيستفيد كويس من مخلفات الزراعة لأنه الزراعة مع الراعي ذاته كلها ماشيين سوا فاقتصاديا الدولة بينحط لأن المحاصيل اللي أنت بتزرعه لو أنت زرعت المحاصيل النقدية بس المحاصيل النقدية هو في سمسم وجوار وأبعد الشمس ده محصول نقدي ده مورد هنرجع لمسألة المحاصيل ولكن يعني الناس بتعرف أرقام يعني أستاذ أقول بتعرف أرقام إنه آخر 100 فدان ولكن يعني بأسماء مناطق المناطق بتمتد في شمعانيل من وين لوين بالضبط عشان اللي قال زول يعرف المساحة الزراعية لا 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 الكليات بتاع المساحات الموجودة هو بتمسك من شمال منطقة أندلس مشاريع أندلس مشاريع زراعية في منطقة جوزروم في الامتداد جوزروم في أكون في اللتم ده المناطق اللي هي المقسومة حاليا وجمعت في النهاية يعني بقى لإدارتها واحدة في زمان الاتحادات كان مقسومة على 3 اتحادات لكن سعملهم كاتحاد واحد يسميت بالزراعة العالية في حين أن الزراعة العالية اتنغلت يعني في السودان كله كان من كم 90 اتلغت حاجة اسمها الزراعة العالية وحتى في قضارف تسمية بتاع الزراعة العالية بقى الزراعة العالية العادي كمطري يعني صيفي لكن كزراعة العالية باسم الزمان ما موجود يعني حاليا فاندمجت يعني سمد الاسم ده فليكن الاسم يتعدل ذاته نعم فالمساحات دي هو ده المناطق اللي فيه زراعة وتلقي تجي هنا داني في جورقاق في منطقة بتاع جلعاق بتجي هنا تلقى مانافيق ده مناطق جديدة يعني اللي هي الممكن لو انت دار تزرعهم زراعة جديدة تبع الرن يعني ما كل المناطق ده تبع الرن فيمكن ده المناطق اللي هو الموجودة سعاليا يعني. جوز البيت نعم لا جوز البيت ده موجود والبتاع ذاته نعم فده المساحات المناطق اللي هي اللي بتنتج المحاصيل ده يعني يعني ولاية شمال النيل في زمن السودان الموحد كانت ولاية يعني على النيل ولاية على النيل شمال على النيل ولاية على النيل ولاية على النيل شمال على النيل نعم انا اقصد ولاية على النيل زمان يعني كانت تيجي في المرتبة الثانية بعد القضارف في السودان الموحد يعني كمنطقة زراعة محصول الذرة والخبراء حسي ده يعني زراعين يعني بيقول انه منطقة شمال على النيل لها مستقبل مشرق يعني إذا كان خبر بقول كده على حسب يعني التقديرات الأكاديمية إيه تكون مزارع على أرض الواقع بتصف بقول شو أصلاً حكومنا ما نعمل حاجة ده عمل تجربة في سنة 70 عمل تجربة تاع زراعة زراعة العالية اللي تسموه جبيل اللي أنت في السودان زار إطلاقها نعم عمل منطقة رن 70,000 فدان تجربة نعم عمل في قضارف 70,000 عمل في منطقة حبيلة في كردفان 70,000 عمل في نيل أزرق 200,000 ده هو سموه زراعة العالية والدولة كان بديره كويس بإمكانيات بتاعه وكان بسقره لحال مشاركة بتاع الدولة المساعدة حصل فيه امتداد كان بدأ ب70,000 لمشاركة الدولة حصل فيه امتداد يهو مناطق جبيل أقور زكرم مشاركة بتاع الأندلس بيقى في تخطيط لمناطق تاني لحد ما وصل مناطق تعداد أتحم مناطق أتحم ده يعني تم تخطيطه سنة 78 أعتقد في زمن تاع أندرو شجو كان قولوا مفتش زمان في بوكيداب يقول في 78 يقول حكومة تاع بلالية وهنا خصص المناطق ده لمشاريع لناس المنطقة 60% لناس المنطقة و 40% للجنوبيين اللي كانوا قاعدين هناك المساحات ده نحن المزارع ما بقدر يستغله لوحده بدون دولة الدولة الدور اللي بيعمل الدولة يعمل يلز المواطن يدفر المواطن
يعني هو كده المشاريع ده كان فيه سبع بنوك موجودة هناك. الغرض من سبع بنوك ده تمويل مشاريع ده عشان ينتجوا ويطلعوا الانتاج. حتى عشان المنطقة تنهض كويس وعشان المزارع يستغل المساحات الجاهزة ده وأراضي جاهزة مطر ربنا بيجيبه مطر نعم ما قنطوا من أي زول وربنا بيجيبه ويجهزنا وقت في وقت خلاص واضح احنا بنزرع فيه. المطلوب من الدولة انه يمول المنطقة ده يعني فترة من حسة حكومة يكون عنده فكرة وزارة الزراعة بيرسم سياسات بنك زراعي هو اللي بينفذ السياسات على الأرض الواقع يمول يعني لو مول المنطقة رنة ونحن بنطلب الكلام من الحكومة يعني هم طلعوا تمويل لما طلعوا تمويل يقول 10 ولايات 10 ولايات كم مساحة مخطط في 10 ولايات الرن فيه 1,200,000 فدان مخطط ده أرض جاهز نعم الدولة المفروض تستغله والإنتاج البمرق ده جنوب السودان بيستفيد منه كله نعم اقتصاديا و تنمويا نعم إذا يعني إذا يعني نحن أنت قد تتفق بشكل كامل مع الخبراء لأنه كلام الخبراء هو موجود على أرض الواقع كلام الخبراء على أرض الواقع لكن موجود. ما في زول نعم بيساعد المزارع ده نعم. عشان مزارع ينحط نعم مسألة يعني دعم القطاع الزراعة دائما يعني الناس بتحدث إنه الحكومة ولكن أيضا يعني في أي منطقة عندها رأس مال محلي عندها يعني رأس ماليين من أبناء المنطقة وأيضا ولاية تعالين اللي عندها مجموعة كبيرة جدا من الرأس مالين يعني إذا الحكومة كويس يعني ما وضعت هذا التمويل كجزء من أول أولوياته لا يمكن إنك تتجه لرأس المال المحلي في إنك يعني تنجز 20% على الأقل عشان تجذب بيئة استثمار أجنبي وتلف البلد إذا نحن قلنا الكلام ده يعني أستاذ أبو رنيوك ولكن أنت حتجاوب على السؤال ده بس بعد ما نمشي فاصل نجي نواصل إذا ما نمشي فاصل نجي نواصل حوارنا مع ضيفنا داخل الاستوديو. SSTV truly African. رجعنا عزيزي المشاهد في ضاجين السودان ونحن في برنامج ملفات معنا داخل الاستوديو الأستاذ كو أجاك كو مدير شركة العجل الزراعية وأيضا معنا سيد أغور نيونكير رئيس الغرفة التجارية مقاطعة رن. أنا سيدكم معنا في حلقة قبل ما نمشي يعني أستاذ أغور يعني للفاصل أنا كنت تكلمت عنه الرأسمال المساهمة الرأسمال المحلي لا يمكن يتم استقطابه أيضا حتى يكون نموذج تجذب به الرأسمال الاستثمارات الأجنبية بالإضافة لتلفت به نظر الحكومة. والله الحقيقة الزراعة بالذات محتاج للرأسمال بغض النظر عن الحكومة لكن في حاجات ثوابت لابد الدولة تأخذ يدها فيها وهو اللي بيعملها الثوابت هو الجازولين لأنه حتى في العالم كله الزراعة ده مدعوم بالرغم الدولة جديدة لكن لو ما ادعمت في الجازولين المفروض يكون في الرعاية له لأنه نحن هسه بنفقد الرعاية في الزراعة لكن بنعرف نستقطب المال بتاع شوال الزرع يعني خط رسوم بتاعتنا كذا على كيفنا بس ما في حاجة مغدرة لكن ما بنعرف هل الزراعة ده لو زرعنا بكذا مساحة ممكن المواطن اللي بيستفيد منه قدر شنو حتى الجيش اللي بنتكلم فيه هسه الجيش ممكن يطلع ريال يكون مواطن مرتاح يمكن قبل 3 سنة الجيش زرع في 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 دقدق وفي في حلقة وفي مناطق بتاعنا ده كله الجيش ذاته ارتاح في نفسه بيقى زول منتج أكتر مما ينتظر كعسكري هذا النظر عن المواطن اللي هي الممكن يكون عنده إذا زرع يكون مكتفي ذاتي نحن هسا بنتكلم في جنوب السودان المواطنين كلهم دارين يبقوا شنو
موظفين وعمال فقط والجيش والشرطة. ما في دولة زي ده. نحن وكنا نقول الناس يزرعوا، ما بنقول الناس يزرعوا بحبس. حتى لو الدولة خسر فيه ذاته، انت بتكون انت أرعى للمواطن اللي انت جبته الموجود الشغال في زراعة. لأنه يمكن وزير الزراعة فات في فترة القريب ده مشى في مشاريع بتاعتنا، شاف حل السمسم ده وقت يبطاو بطاو بكم ألف نفر. تلفزيون الجنوب ده كان فات السمسم ده بطاو بكم ألف نفر في المشاريع. خلي بالك إذا كان إحنا زرعنا المساحة، يعني المساحات اللي بنزرعها ده، حتى لو الحكومة جاب لنا جاز وحتى لو البنك الزراعي بيقول موجود، ما بيقدر يغطي لك كل شنو المساحات اللي انت بتزرعهم. لكن بيجيب لك طبعا التمويل المحدد، هي تمويل زراعي كده معه الحصاد عندها رقم. لكن انت كمزارع في حاجات بتتم، لانه بيكون عندك الاليات، التراكترات حقاتك، الزراعات حقاتك، الدقاقه حقك، الزامل اللي بتوصل به والخلا حقك، ما حق الحكومه. احنا هنا بندور انه يكون في تشجيع. التشجيع انت وكنت تجيب الجازولين، الجازولين طبعا في الدول الافريقيه ما مدعوم، لكن وكنت تلقى للدول اللي بيعرف معنى هنا الجاز بتلقاه مدعوم، لانه جاز عالميا غالي. عندنا في الجنوب في اسباب ما بخلي جاز يتمول. احنا ما عندنا حدود مع الشمال. هسه السنه دي بالذات عشان توصل الجاز من الجنوب حيكون، لانه كل سنه وزاره الطاقه كان بدينا صندل صندلين بنودرهم بواسط شركة بتاعتهم دي، شركة نايل باد. يمكن السنة اللي فاتت ادونا صندل وديناه، السنة اللي قبل فات ودينا كم صندل. لكن القيمة بتاع الجهاز ما بيكون مواكب ما زراعة ذاته، لأنه ممكن تودي الجهاز تكون بمليون أربعمية. الجهاز في الشمال وكده عملوا بأربعمية جنيه، طلعت فيه مظاهرات يمكن سميتوا الناس ماتوا فيه. كويس. فنحن ما بنقول انه كتجار او كناس منتجين في الرنج ما بيكون عندنا دور، عندنا دور كفايه جدا. حتى حضور الكومبو ذاته بدوك تجهز الكومبو، المعسكر بتجهز انت بنفسك، ما بيجهزوا لك الحكومه. لكن الحاجات الحساسيه دي هو حاجات الدوله. يعني انت عاوز يعني انه الحاجات لو توفر بامكانه راس المال المحلي انه سهل جدا. حتى التصدير، حتى البيع. يعني هسه نحن وقد كنا في السودان موحد بنجي نزرع السمسم باسم بتاع الدوله، ما بنزرع باسمنا. بنزرع الجوار باسم بتاع الدوله، لانه اوريدي باعوه لدوله تاني. الجوار ده ذاته باعوه خلاص، جابوا قروشه، جابوا بيه وجاس، الخسر خسر والربح ربح وصدروا. بكون في سير محدد للحاجات دي. لكن هسه حتى الان ما لقينا وزير واحد من الحكومة الجنوب ده بدأ ياخد سرعه في السلطه. لكن ما لقينا وزير واحد مشى طاف في العالم وقال لهم يا اخوان انا عندي مساحات كده داير ازرعها، انت داير جوار، انت داير حباد الشمس، انت داير سمسم، داير لي الوقود بتاع الجاس لشان ازرع به والمساحات دي. انا متاكد العالم العربي والعالم الموجود ده كله داير الحاجات ديل. في ناس ما عندهم عرضيه زي ده. في حتى الصين اللي بنتكلم فيه في البترول ده ممكن يصدر السمسم بتاعنا ده. نحن عندنا سمسم هسه وكده يمشي في خرطوم، سمسمنا قاعدين نحربه من الرنغسة، بنحربه للشمال ونحربه، والتحريب فيه خسارات، بنخسر فيه لانه نحن الجمارك بدل ياخذه في الشمال الجنوبين بياخذوا مننا، وما بيعرفوا ولا في جاس عارفين انه جابوه من وين، ولا بيعرف الجور ده في الخلا عنده شنو، ولا اي حاجه. نعم. اذا يعني فهنا يعني فالحته دي بخوف المنتجين. في ناس اشتروا تراكترات هسه. نعم. خليه هسه وقفوا تراكترات هنا ووقفوهم وخزنوهم وخلوا زراعه. الناس ما يضافوا. اضافه بالنسبه لكلام اللي قاله حاجه جور. اول حاجه الدوله داير ياخذ ضرائب بتاعه، ضرائب عاليه. يعني امسك سنده الضرائب ياخذ 27 جنيه على الشوال. 27 جنيه على شوال. دور الحكومه وين هنا؟ بس ينتظر يشيل. انا ما المزارع ده مازول كاده
زول بيشتغل مع عربه. لكن السبع شركات يعني بدون ما نحن ننتقد نقد بدون يعني مؤسس, احنا لازم نعرف انه المساله دي ارقام, يعني 27 ده يعني هي مربوطه برقم معين لانك بتبيع شوالبكم. ايوه يعني ناس حتى في شوالبكم انا وبيع برميل الجاز بمليون و400. انا وبيع تقليبه, انا وبيع التيرار كله تكاليف. لا لا ده جاز بس. نعم. في بذور فوقه في ايد العامل. لا انا قاعد اتكلم عن تكاليف, يعني ده كل التكاليف. يعني ال 27 جاي بتجي في 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 حامش الربع بتاعك, يعني ممكن يكون 27 كثير كثير كثير. انا داير اقول داير اضيف الاضافه, داير اضيفه. نعم. انه الناس اللي عندهم امكانيات ممكن يستثمروا, ممكن يشتغلوا بدون دوله بامكانياتهم. الامكانيات او قبيله جورج كرم. في حاجه ثانيه, يعني بعيد مواطن ما بقدر اعمله. نعم. انا ما بقدر اعمله الافاد ده غير مكافاه. انا ما بقدر اعمله كمواطن. ده مسؤوليه الدوله. الان ده سم ما ممكن مواطن يشيله عشان يستعمله. ده مسؤوليه الدوله. يبقى ده واحد من العوامل بخلينا ننجح في عمل زينا ما يكون دي افاد. وهسه دور بتاع الافاد ده دور ما دور حكومي اصلا. دور حكومي وما في. نعم. ما في زول بيعمل هسه. ربنا بس يعني قاعد في مشكله بتاع الافاد كبير. في مشكله كبير. في محددات قاعد يحدد المزارع ده. المحددات ده الواحد منهم اللي هو امكانيات قبيلة. ما كل الناس عندهم امكانيات. كويس. حرم الهلة ده نظر حرم الهلة ده مواطن بيزرع له 60 فدان, بيزرع له 120. طيب برايك يعني انت عاوز الدولة تقوم بشنو والرأسمال يقوم بشنو والمزارع يقوم بشنو عشان احنا يعني نخرج ب ب ب ب ب ب بشراكة بين الثلاثة دي. الحاجة اللي انا دايره من الدولة. نعم. هو يعمل شغل منظم ويمول المشاريع ده. نعم. تمويل من هسه من شهر 5. ما يمشي يجيب لنا تمويل في شهر 8. لما يجيب لنا تمويل في شهر 8 ده ما زي غاز قاعد يوزعوا. انا كمزارع الغريب يكون انت الغريب البنتي ليلى يعني انت عاوز تمويل يكون من بدري. هذا التمويل يكون هسه من شهر 5 من شهر 4 انا قاعدين فيه يكون في تجهيز جاس والبذور والقروش بتاعت الكديبات والزراعه كل موجود في المنطقه. ده الحاجه اللي بيساعد. ده واحد التمويل ده بيساعد من نواحي كثيره. نعم. اللي مزارع ده هو ياو امن الغذائي بالنسبه للمنطقه. نعم. بالنسبه لجنوب السودان هو ياو ركيزه. لكن امن الغذائي ده لو بقى ما عنده اي اهتمام اخطر من اي امن العمل العادي ده, لان الناس بموتوا. نعم. هسه الامكانيات البسيط ياو الزر اللي قاعدين نلقاه في الجنوب ده درام. نعم. بامكانيات ذات المواطن العادي. طيب استاذ غور, يعني الموسم هسه على الابواب وين دخلنا من باب ثاني على انه يا اخي تكلمنا عن المشاكل الموسمه للابواب يعني والولايه في يعني في بعض مناطق تشهد يعني عدم استقرار امني. يعني كيف حال الزراعه الان يعني والله في شمال على النيل؟ هل تاثر الوضع انا بشكر في الحته دي بالذات ودي رسالتنا. المفروض القيادات بتاعتنا يهمنا المواطن. كان على الدكتور رياك ولا على سلفا, لانه مهما كانت خلافاتهم الخسر الناس الخسر الدولة حاليا بترجع, والزول الضعيف المواطن الضعيف هو اللي بكون خسران وهم حالتهم بكون كما هي. فأنا برجو منه أنه مفروض الحرب ما عندها حدود تكون واقف. تقيف ليه؟ لأنه نحن يدنا واحد هو البترول اللي بيتكلم فيه الجنوبين حاليا. ما عندنا زراعة في الجنوب. نعم. في هنا أنه منطقة الجنوب ككل منطقة إنتاجية. طيب يعني الزراعة تأثر. لكن نحن الزراعة ده بتعسر. نعم. أوردي بتعسر ما داري كلام. نعم. نحن كنا السير بتاع الزرع في الفترة الفاتت بالحرب شغال الإيش إتبابي 120 في الرم وإتبابي 100 وإتبابي 90. ليه الناس وقبل الحرب كان شنو؟ كان بكم؟ ما تعالى راجع. نعم. كان أكثر سوال ب 200 وشوية قبل الحرب. قبل الحرب وموجود مخزون. هسا الإيش طلع من يدين الناس التعبانين بتشيل إيش من جورجات منطقة بعيدة تودي الرنج تم تبيعها ب 90 ب 100 بيشتري زول يخزنه ببيعوا لنفس العنصر الجنوبي ب 200 وشوية هسا حيتباع. هني الزول فقد محله. ده ممكن نقول حالة الحرب ما فيه مشكلة. نعم. الشيء الثاني داير أقوله في اقتصاديين قعدوا قبل سنتين في الجنوبين. نعم. رأوا بأنه قال الناس ما يزرعوا
الكلام ده لسميده تع تع ما يزرعوا أخير يشتروا. قال لأنه المشترى في التكلفة أقل المشترى، لكن كده هم مفروض يضموا الدراسة بتاع البشرية اللي بيستخدم في الزرع في الزراعة. كم نفر اللي بيشتغل في حصاد السمسم، اللي بيشتغل في جوار، اللي بيشتغل في حتى البهائم بتربى في داخل الزراعة ده. الاقتصاديين دين ما يدرسوا بحتة البيئة بتاع شوال عيش باعوا بيه كده، وانا لو مشيت زرعته ده حساب تجاري ليس حساب بتاع الدولة. الدولة ما بتحاسب بانه انت بتشوف نسبة المواطن بتاعك متضرر قدر شنو في عدم الزراعة. طيب يعني استاذ يعني في غرار كلامك يعني المحاصيل الحالية المفروض يعني انتوا تركزوا فوقه اللي هي بتعتبر يعني من المحاصيل النقديه ممكن يعني الولايه تقوم تنتجها تعود يعني بالفائده الاقتصاديه بالنسبه للمزارع بالنسبه للمواطن البسيط وتدخل يعني عمله صعبه للدوله. يعني ممكن نضطر احنا نركز على شنو في زراعه نقونا. الزراعه طبعا العيش ده بالنسبه لنا نحن في اولويه كمحلي نعم، لكن الصادر كغذاء رئيسي بالنسبه للانسان الدوله لازم ما في طريقه لا الا تزرع نعم. لكن كصادر بالنسبه لحفاظ الدوله وتعرف الدوله دي انه عنده انتاجيه كده كده من المفترض جوار يكون عندنا، لانه جوار قبل سنتين في شمال السودان في السودان القديم الجوار جزره انتج من الناس خلوا اي حاجه اغلبيتهم فكروا خلوا الزرع ذاته جوار قروشه جاهز. كان جابوا عبد الحليم المتعافي وزير الزراعه في السودان جزروا في الدمازين والسنه اللي فاتت زرعوا الا اكلوا اللي اسمه شنو ده في الدوده كان اكلوا بس، لكن اصبح حاجه عندها دخل عالي. في نفس الوقت انت بتربي بيه والماشيه في الزراعه ذاته، خلي الماشيه بتاعتنا الموجوده اللي ما بتصدر هسه في الرنج ده ممكن تكون عندك ماشيه بتصدر عندك الدوله ذاته، ما الدوله هو اللي بتصدر الماشيه. نعم الكلام ده انا ما اعرف حتى الان الناس كلهم جيش في الجنوب. نعم لانه الناس اصبحوا جيش كلهم ما في زور. طيب ما في زور. طيب يعني خلينا في مساله في مساله الزراعه ده. يعني انت تتحدث عن الجوار يعني عندنا جوار عندنا سمسم ساسكو يعني محاصيل اخرى غير الجوار والسمسم ممكن يعني عندها فائده اقتصاديه كبيره جدا لو نحن ركزنا عليه بشكل مدروس ومنظم. هي ثلاثه انواع اللي انت ذكرت منهم اثنين جوار وسمسم. عندك عبار الشمس ده اللي هو سان فلاور، عبار الشمس ده برضه صادر استخدم في حاجات كثيره. عندك قطن في مكان انا نزرعه حس البلد ده زار ما في زول بنوم جسمنا كله بيوجع ما في زول بنوم مرتب العادي ده لكن مراتب الموجود كله يسفون غير الحاجات ده ما ملابس بنلبسه ده ما بيمرق من حاجه من قطن ده. المحاصيل النقديه اللي الدوله بيجي جزء منه من ناحيه اقتصاديه العائد اللي بيجي للدوله اكبر من العائد الفردي. العائد اللي بيجي للدوله واحد العمله الاجنبيه ده نعم صعبه العمله الصعبه نعم العمله الصعبه انت بتوفر به المحاصيل الاستراتيجيه بتاعك نعم بتستخدمه انت بيبيع لي او قالوا قروش لو في وزير مشى برا انا عندي محل كذا 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 عندي انتاج بتاع المساحات بنتج جوار بنتج سمسم بنتج كل انواع بتاع المحاصيل النقديه ده نعم وجاب القروش وجاب المحاصيل انا داير كده نعم وياخذ قروشه قبل ما هو ينتج ويجي يشتغل بطريقه علميه. الدوله ما بكون عنده مشكله اقتصاديا اول حاجه العيد العامله البوفر المزارع ده بالنسبه للدوله انا بوفر لي مشروع واحد يقول يشغل لي فيه 1000 نفر نعم هي 1000 فدان نعم يشغل لي 1000 نفر عيد الألف نفر ده عنده كم معدل زول عنده كم ريال ثلاثة ده بيستفيد من زول واحد نعم. إذا أنت زرعت 100,000 فدان أضرب ده بكون كم نعم. ده بيريحك أنت كدولة إنه الجرائم بقل وأي زول فكر إنه محل بقى فيه قروش ياهو نعم. ده واحد بيريح دولة أمنية بيريح دولة
اقتصاديا برأي الدولة إنه مواطن نزار مكتفي ذاتيا نعم. كويس العيجة ما هنمرق منه نعم. كويس نعم. لكن الدولة يخد يده عشان يكون جزء من محاصيل النقدية ده القطن ما عندنا مصانع نعم. الرنج عندنا فيه كهرباء 24 ساعة هي 100 ميجاوات مستهلك منها 3 ميجاوات ما قادرين نستفيد منه وما عمل شنو دارين مثلا الزراعة قول للمحاصيل الثانية نقسم البلد في محل الزراعة بتاعت المحاصيل النقدية والزراعة زراعة مطري في محل في محل بتاعت معلبات نعم. يعني امسك بارغزال نعم. انت مثلا ازرع ازرع مانجا شجرة واحد شجرة واحد بنتج له 100 قطعة ازرع 200 الف شجرة نعم. امشي برضو تجاه غرب الاستوائية نعم. انتج الاناناس وانتج الحاجات ده كل حاجات نتكلم عن الزراعة يعني بشكل عام بشكل عام نعم. كلام عن الزراعة نحن يعني بلد يعني ربنا ده ادانا بلد ده فيه كل حاجة نعم. لكن احنا ما عارفين ناكل حقنا ده كيف نعم. زول واحد بيجي بيقعد قدام راس الناس نعم. ما في قيادة بيقودنا في عمل زراعي لو جبت لك انا بقول لك هسه نعم. ما داير اسقر امكانيات على الناس ولا بتاع الدولة نعم. لو جبت مزارع واحد من الرم نعم. اديته وزارة الزراعة ده نعم اديه بعد سنه بعد الموسم تعال اسعله هيوريك انت شنو نعم. هيوريك انت شنو نعم. وزاره الزراعه حكومه لو داير يديه لناس لاكوموديشن خليه يديه لناس على النيل خلينا يعني احنا يعني معليش يعني المسألة انه يعني استاذ كو وسنغور يعني احنا تكلمنا كثير عن علاقه المزارع والمزارع الحديث والحكومه ومتناسين انه في 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 طرف ثالث يعني انه يعني انتوا المزارعين المتمكنين دير علاقتكم بالحكومه يعني هي علاقات يعني مربوطه بمشروعات كبيره ولكن في ناس ثانيين بيزرعوا الزراعه الاكتفائيه ده المزارع التقليدي البسيط اللي بيزرع في ظهر بيته ده يعني دير علاقتهم دائما بالمزارع الحديث يعني زي علاقه راعي زول بيزرعوا ولذلك يعني في سؤال بيطرح نفسه يعني الزراعه التقليديه دي بتواجه صعوبات كبيره جدا في مساله الرقعه الزراعيه يعني في مسألة تجهيز الأرض لأنه يعني الحراسة دي بتاخذ زمن كثير بالنسبة له وهي المشكلة يعني بقت عاجز كبير جدا أمام المزارعين السودان يعني كيف أنتم ممكن تساعدوا يعني حول المزارعين يعني أنتم كأصحاب تقنيات عالية في المزارع بس مسألة إنه يزيد الرقعة الجغرافية أنت كيف ممكن تساعده؟ أنا قبل ما جوري يدخل على إجابة الكلام ده في حاجة بسيط مداخلة أول حاجة تكلم عن الأمن وضع الأمن نعم. في زراعة أمن أمن ده ما قضية الليلة خلينا جاوب على السؤال ده وحنجي لموضوع الأمن خلينا يعني كل حقيقة بالنسبة للمزارعين الصغار مربوطين مع التجارة أصلا مع المزارعين الكبار نعم لأنه زراعتهم محددة نعم بيزرعوا بنفس التراكترات بتاع الناس زي ذاتهم نعم نعم بعض مرات بيكون في صعوبة لأنه بيكون في تأخير في الزراعة لكن الوقت الحالي التراكترات أصبح متواجد ما متواجد بالنوعية اللي بتكفي مرة واحدة لكن متواجد لشان تزرع لأنه زول التراكتر ذاته ما عنده تمويل فبتمول من الصغير ده ذاته اللي بزرع له فدان 10 فدان 15 فدان 60 فدان ده. في مسائل ايجارات ولا مسائل ايجارات هاي نعم. ايجارات الصوت ده بيبيع انا ما يزرع نعم الحته دي بكل صراحه موجود يعني انا بفتكر مختلف لكن الشيء الاساس المفروض نتكلم فيه واسع حاليا نعم انا كنت برجو من الحكومه المركزيه لانه بكون في خسارات والولايه بالذات نعم مثلا ناس متمسكين انه بنك زراعي ما فتحوه ما في طريقه بنك زراعي ما سووا ما في طريقة القروض الودائع بخطوا حتى في بنك عيفر ممكن تخط فيه ودائع بتاعتك نعم الودائع بتاع الزراعة زي ودائع بتاع الحرب نعم الزراعة ده زي الحرب يعني لو الناس ما أخذوا بصورة صحيح لأنه أنت لو جعان معناه في مشكلة مش كده نعم. لكن لو أنتجت بمعنى نصرت في الحرب نعم. الحرب هسه ما محسوب مفتوح نعم. بند الحرب دائما مفتوح فأنا برجو السنة دي الحكومة يدخل الزراعة ده في بند بتاع الحرب بتاعه ما يخلي برا يدخلها ذاته في الحرب لأنه نحن في عال النيل بالذات ملكال الناس كله أصبحوا في الرنج وماشي الشمال معناه لو في شغل في الرنج
معناه حيكون في كثافة جنوبين موجودين. لو في زراعة، لو ما في زراعة يهدها مع السلامة. نعم. يعني خلينا يعني أستاذ كو، يعني أنا شهدت في واحدة من التجارب الناجحة أنا لقيت في ولاية شمال بحر الغزال شراكة بتاع زيارة الرقعة الجغرافية ما بين وزارة الزراعة ومزارعية صغار. يعني وزارة الزراعة بتدي المزارع الصغير التراكتر يمشي بيته، يمشي يجهز له الأرض، يحرسوا له كله والتراكتر يرجع. بعد ذاك الباقي بيتموه على يعني بيكون حاله يعني 50% من المشكلة. ده في شمال بحر الغزال بيكون حرس له الواطة وخلى له، بعد كده هو بيقوم بيجهز الواطة وبيزرع وبينظف وبيضبط له المنتج. يعني مثل هذه الشراكات ممكن يعني بتزيل مشكلة الفقر. لا حاجة كان موجود بطريقة تانية. نعم. على النيل الكام موجود في شمال بحر الغزال في تجربة بتاع زراعة الأرز. نعم. منطقة داك منطقة فيه تجربة والرز ممكن يكون. نعم. نعتمد عليه. نعم. أنا ما ممكن أقول لك روس ممكن يكون فرنسا. نعم. أوكي. لكن مع الفي تجربة ده. نعم. ده يوم محل المفترض دولة يوسع فيه رقعة بتاعه. نعم. أنينا توسيع رقعة زراعية وصلنا لمليون ومئتين ألف دان. نعم. أوكي. بالنسبة للطريقة الموجود فيه هناك في. نعم. جمعيات تعاونية. نعم. موجود عندنا. نعم. في جمعيات لحد هسه نفع الأسر ثاني. نعم. كويس. فالجمعيات ده هي أو بيساعد. نعم. بيساعد الطريقة بتاع زول بتاع حرم الهلة. آه. فالجمعيات عندها أهمية كبيرة، جمعيات زراعية، وبيحتاج لشنو جمعيات ده؟ بيحتاج لتمويل برضو. آه. بيحتاج أي حاجة نحن نتكلم فيه هنا إنه يشجع النازل. النازل ما عندهم إمكانية عشان هم يزرعوا مساحة كبيرة، يبقى المطلوب من الدولة يشجع النازل تجيل وكم كيف. نعم. لجمعيات وايضا الجمعيات يعني لو تحدثنا عن الجمعيات التعاونيه، الجمعيات التعاونيه الدعم الذاتي فوق قاعد مثل 60% مش حتى بعدك يجي دعم الخيرين ودعم. yes. الحكومه. نعم. يس yes. دعم الموجود فيه 60%. نعم. 60% ده خذ ال 40% ده عشان الدعم ده يكون دعم واقعي. نعم. عشان ينتج بتاع النازل. نعم. هذه المجموعه ما زول واحد. نعم. لو انتجوا كويس. نعم. يقدر يقسموا اللي النتيجه بتاعهم يقدر يستفيدوا منه في أقرب وقت. نعم. لكن لو ما دعمتهم. نعم. أن الاستفادة بيلقوا بعد زمن لأنه الحاجة بيلقوا حاجة بسيطة. نعم. أستاذ غورنيوك وأيضا سيد كو أجاك، يعني أنا سعيد أنكم معي في برنامج الملفات، ولكن موضوع الزراعة موضوع كبير جدا ومناقشته في حلقة واحدة يعني ما بتكفي، ولكن يعني إحنا ماشيين لأخواتيم يعني في 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 دقيقة. الجوع قالوا سلاح أخطر من الدبابة، وشمال النيل فيه نازحين جايين من السودان ونازحين تاني يعني في الأحداث الأخيرة. أنت بتقول شنو عشان 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 أنت تتوفر أكل للنازل؟ أنتوا كمزارعين يعني رسالتك شنو للمزارع من جهتنا؟ ليه قلت ده؟ كويس. حقيقة الرسالة بتاعتي أنه الدولة دي لابد السنة دي يعني السنين الفاتت ده كله عندها تجارب. نعم. تجارب فشلت نجحت المهم بحالتها. نعم. لكن على حسب السنة الموجود حاليا أمامنا ده. نعم. نحن دايرين قروش في الرن في البنك. مزارع يجي يصرف زي زمان كان في بنك زراعي ولا في بنك أيفر. نعم. الخسارة دي خطوة في الطرف. نعم. الخسارة جات بتجي أصلا هي خسارة. نعم. لكن دايرين قروش، لو ما في قروش في الرن السنة دي نحن بكون فقدنا أكبر شريحة في المنطقة. فدايرين يكون في قروش في رنك التمويل ولا جاس، لأنه ما في يمكن ما يكون في قدرة بتاع الجاس. اليومين ده الجاس رخيصة شوية في رنك. أي مزارع لو مشى له قروش في شهر 5 أو شهر 6 ممكن يشتري بطريقته. فأنا برجو من الوزير الزراعة لأنه شايفه لافي في المناطق هسه هنا مشى غرب استوائية في استوائية الوسطى، لكن كنا قعدنا معه وكنا بنتمنى نقعد معه هنا في 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 جوبا لانه اجتمعنا معه في الرن وكنا ادينا مقترحات. فانا برجو المقترحات اللي ادينا له وزاته لو خدتهم في الفايل كويس حقه يفتح. نعم. شكرا جزيلا. موقف الزراعي الان خاصه الزراعي. انه النازحين كثار جدا والوضع صعب بدون تمويل. نعم. بلد حيمشي في اخطر. وواحد من الحاجات الامن الامن الغذائي مسؤوليه الرئيس. الرئيس من واحد من مشاكل المحددات على الدوله هسه
القدامه هي الحرب الدائر. زراعة يخطه في برنامج بتاعت الحرب، لأنه حتى في بيت زول لو انت زول ما عندك في بيت بتكوري، لكن لما نجي ساعة 5 بتاكل، يبقى الأكل ده واحد من الحاجات المهمة لازم السنة ده نزرع. ودي قروش رم أمشي وزعه بطريقة الطريقة للمزارعين، خلي المزارع يزرع وانتظر الانتاج، تعال استلم الانتاج. إذن أنا سعيد جدا أنكم كنت تضيف علي السيد كو أنجاب كو مدير شركة العاجة الزراعية الناشطة بولاية تعالي النيل في مناطق شمال النيل. وأيضا أنا سعيد أنك كنت تضيف علينا برضو أيضا السيد أغور نيون كير رئيس الغرفة التجارية مقاطعة الرنغ. أنا سعيد أنك كنت معي في برنامج اللي فات، أتمنى نتلاقى في حلقة ثانية إن شاء الله. نعم شكرا. نعم شكرا. وشكرا لك عزيزي المشاهد المشاهد فضاء يوسف، ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة من برنامج ملفات، لكم تحيات وتحيات كل الزملاء. السلام عليكم. ماما يو بابا كلينا فكري فكرة نسيا يو يو بابا مشكلة تانينا جنوب.